أنظمة الرجيم كثيرة ومختلفة، وعند اتباع أحدها يتبادر إلى أذهاننا الجوع والحرمان من الطعام. لكن ماذا عن رجيم يكسر هذه القاعدة، يعتمد في نظامه على كمية الطعام التي يجب تناولها وليس النوع؟ على عكس أنظمة الرجيم المختلفة، بيمكنك الآن أن تفقد وزنك أو تحافظ على رشاقتك دون أن تشعر بالجوع، وذلك عن طريق تناول كل أنواع الطعام التي تحبها، ولكن بكميات محدودة ومحددة ضمن نظام غذائي دقيق بيسمى نظام اللقيمات. أنا بعتقد هذا اسمه يمكن رجيم الموت. يعني مش اللقمة، لا، اللقيمة. هلا رح نتعرف يعني أكيد مع ضيفتنا، فما هو وكيف يعتمد على الكم وليس النوع؟ أكيد رح نتعرف على هذا الرجيم مع ضيفة خبيرة التغذية اللبنانية فداء شتيلة. صباح الخير فداء. صباح الخير والدايت. صباح الجوع، صباح الموت، هيدا موت. ايه لا هلا بحكي لك عنه. طيب قولي لنا فلسفته ايه، اللقيمات يعني كم لقمه بقى؟ ونحن هنتكلم في ارقام. هيدا دكتور اسمه لويس اخترع، يعني ابتكر هيدا النوع من الدايت لانه هو دكتور بيعالج السمنه المفرطه، واكتشف انه هيدا الرجيم بينزل الوزن بشكل رهيب، يعني شكل كثير كبير، كميه كبيره من الوزن، يعني اكثر من كيلو بالاسبوع. اكثر من كيلو. فهيدا بينزل الوزن. اي نعم. ولكن الفكره هي انه هو مش جوع، ما في احساس بالجوع، لانه هو عباره عن 12 لقمه بالنهار. هو في جوع اول يومين بس، ثلاث ايام بعدين المعده بتصغر، وبصير الواحد يتعود انه ما يشعر بالجوع. وانا هقعد عد 12. ما هي دي، انا عارفه ولا عارفه ولا مش موافقه على هالموضوع. هو 12 لقمه. أيوة. بالنهار موزعه على النهار، يعني مثلا على مثلا خمس ست وجبات بدك تعمليها، ثلاث وجبات اربع وجبات. بيسرع طاقه الحرق لانه نحن عم نتناول وجبات باستمرار، يعني هذا ممكن يكون علاج لمرض السكر. والله ايه. فبتاكلي لقم. هلا الفكره انه اي شيء نفسه فيه الانسان، اي شيء بتحبه كارلوس، يعني بيتزا بقى، انت بتحب كيكه، ايه؟ حلويات، كل شيء. بس قطمتين يعني، خمس قطمات. يعني خمس لقمات عم بتكون كريمه بكل وجبه. ايه هلا في بيقولوا مثلا انه ممكن يتاخذ يعني كوجبه حتى تكون في عناصر، عده عناصر غذائيه فيه، مثلا البرجر. في كذا نوع، يعني في الخبز وفي اللحمه وفي صحيح. فخمس لقمات بتضل ارحم من انه ناخذ مثلا باردو شوكولا، انه شوكولاتي خمس لقمات. فعم بيحاولوا انه يكون ندخل فيه عناصر غذائيه تفيدنا. طبعا هو مثل ما قلنا رجيم ميديكال، هو موصوف لناس عندهم سمنه مفرطه. مفرطه يعني ناس لازم نحن ما في حل، يا اما نعمل عمليات او نجرب هذا الرجيم، ممكن يكون مفيد لهم. بالنسبه لالنا ولا يعني ما بينفع ابدا اي شخص يوصفه لنفسه، يعني اجي انا اقول انا بدي اعمل هذا الرجيم. ليه؟ هلا في نقطة كثير مهمة، انه هو مع الرجيم عادة بياخذوا مكملات غذائية طبعا، وبياخذوا اوميجا 3 لانه حيصير في نقص بالمواد الغذائية. طبعا هو منه متوازن، مش رجيم صحي متوازن. هو ما بيمشي على مدى طويل، هو بتاخذيه مثلا اسبوعين بيوقفوا بيرجعوا اسبوعين، يعني ما بياخذ مش لفترة طويلة، ومش لايف ستايل، هيدا مش حياتنا، ما فينا نعيش. بس ثواني، اسبوعين ابوظه؟ طب ما انا كده ما هو دي هلا بيمشي مع الدكتور، وقفت مفعوله يعني. ما هو ولا ايه؟ ما هو رجيم دقيق، مش بينفع نحن نوصفه لحالنا او ننفذه لحالنا، بدنا نكون ماشيين بدقه مع الطبيب. هو بيقلنا امتين نوقف وكيف نوقف، لانه هيدا النوع من الرجيم كمان لما بينزل الوزن، ودراسات حديثه بجامعه كولومبيا بتقول اي رجيم في حرمان وفي نقص مواد غذائيه، وزن بينزل بسرعه بيؤدي لانيميا، فقر دم، بيؤدي لمشاكل صحيه وهبوط في الطاقه، ما في الواحد يعمل رياضه. مزبوط. يبقى أيوة. لا فدا انا هذا يعني هلا ذكرت شيء كان بدي اسالك عنه. نحن دائما بنعرف انه وقتها ننزل بالوزن بشكل كتير سريع، بعدين بنرجع بنطلع بالوزن بشكل كتير سريع، فهيدا الرجيم شو؟ يعني بما انه عم بتقولي انه الاشخاص يكون عندهم سمنه مفرطه، فكيف ممكن يحافظوا على وزنهم وقت ينزل الوزن؟ هلا هو بس ينزل الوزن اصلا، هلا نحن نحكي بهالرجيم ميديكال مش لكل العالم، نرجع نقول هيدي كثير نقطه مهمه. لما بيمشي الواحد مع الطبيب بنزل الوزن، بصير اصلا تعود الواحد معدته تصغر، ياكل اقل،
ويبقى الميتابوليزم زاد يعني علي، فبيصير يحرق بشكل افضل. هيك افضل من انه ندخل جراحه مثلا كحل لبعض الاشخاص. بالنسبه لنا طبعا لا، مش 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 موصوف، لانه نحن ممكن نتعرض لمشاكل صحيه ولا نقص بالطاقه ولا مثل ما قلت لك. يعني اللي بده ينزل 2 3 كيلو بس ما في، اللي بده 2 3 كيلو مش موصوف. في كثير ناس بياخذوا وصفات من على الانترنت وبيطبقوه على حالهم. صبايا بصير معهم انيميا، بصير بيقع شعرهم، بصير مشاكل كثير، بنروح بحته ثانيه. يعني بنبدا نعجل بقى بحته صحيه. طب ممكن تدينا كده فطار غدا عشاء بالسناكس بتاعتهم ممكن تكون ايه، بحيث ان انت تقول لنا القضمات او يعني مثلا دي تبقى عامله ازاي؟ يعني هلا الك حق تاكلي، كمان هو محدود بالكالوريز على فكره، مش مفتوحه القصه. هي يعني مثلا الك 5 معالق سكر بالنهار، 5 معالق سكر بالنهار ممكن تكون على شكل حلويات. يعني نحن فطرنا ناخذ القهوه بس بعتقد ده يعتبر كتير. ده فداء ما هو يعني كتير، لانه هو 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 هدفه انك تحسي بالشبع وعدم الحرمان. في اشخاص كتير ما بيقدروا يعملوا ريجيم، يعني بيحسوا حالهم انا شايف الحلو حيموت، ما في حمل. حضرتك انا بياكل من نفسه زي ما بنقول احنا. في ناس يعني، وهو هذا الفلسفه تبعيته، انه انا ما عم بحرمك من 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 اكل، من طعام، حتى الحلويات فيك تاكلها وتاخذ افطار عادي مثلا جبنه وخبز. هلا بنحقه ياكل خبز ابيض، بس طبعا نحن بنفضل اذا بدنا نحن نعدل شوي. في دكاتره كثير على فكره بيستخدموه بمصر، بروفيسوريه بيعدلوا فيه، معدلين شوي بالفكره لحتى يكون ما يكون مضر يعني كثير. هلا هو مسموح فيه مثلا بالمشروبات الغازيه الزيرو كالوري، اي شيء زيرو كالوري مسموح. طبعا نحن مش من الناس اللي بيناصروا المشروبات الغازيه والشيء المضر. صحيح. طب كمان لانه المشروبات الغازيه والدايت بيقولوا فيهم اسبرتام يعني. تمام طبعا. فدا ما بعرف ليه هلا هيك تذكرت ديتوكس، قد ايه هيدا الريجيم بيشبه الديتوكس بمعنى او باخر؟ لانه بنعرف نحن انه الديتوكس هو مثل بيعمل شوك للجسم، هيدا كمان نوعا ما بيعمل شوك للجسم، في شيء تقارب بيناتهم يمكن من ناحيه النتيجه؟ هي من ناحية النتيجة إيه، بس من ناحية المفعول لا، الديتوكس أفضل طبعا، لأنه إحنا عم ناخد مواد غذائية أفضل، عم ناخد أكثر كميات من الخضار والفواكه، وعم ننظف جسمنا من السموم. هيدا فكرته مش تنظيف الجسم من السموم، هو تنزيل تخفض الوزن. يعني احنا هون عم ننزل وزن مش مرغوب فيه وضروري ينزل بسرعة يعني مثلا واحد فات على عملية أو عنده خطر على القلب. طبعا الوزن الزايد نحن بنعرف انه السمنه المفرطه مرض، وهي بتؤدي للامراض أكثر. فمش مفروض نترك حالنا نحن بهالاوزان الكبيره. فهيدا الدكتور شافه حل مناسب لهالاشخاص بالتحديد. يعني نحن كارلوس ما حينفع معنا. في فنانات على فكره ماشيين عليه ونزلوا يعني، ما انا بدي اقول لك انه في كثير ممكن يكون عندها سيده سهره، مظبوط ممكن عندها سهره مثلا سيده ليفوت الفستان فيها. مش الدرجات كثير من النجوم المشهورين بيعملوا هيدا النوع من الدايت لحتى طب ثواني يعني انا الحظ مفعوله امتى؟ يعني انا يعني من اول اسبوع ببلش ينخفض الوزن. والله طب ما الواحد يستحمل ينخفض كثير يعني. ممكن يوصل ل 6 كيلو بالاسبوع. واو 6 كيلو ايه، بس ما تنبسطي كثير لانه ممكن بعدها ترجع لو لخبطتي بشيء او رجعتي للعوايد الاولانيه بترجع تزيدي. ما هو ده عيب اي يعني، ده عيب المرحله اللي بعد الرجيم دي. الا رجيم واحد ما حاحكي عنه هلا، مش خليله ينطرونا المره الجايه. طب انا سمعت برضه في ده، عشان يعني في الرجيم ده يقول لك مستحب ان انت تاخد قبل الوجبه 2 كوباية ميه وبعد الوجبه 5 حبات فول سوداني. مش عارفه ليه، صح ما اعرفش ليه. شو علاقة الفول؟ مظبوط علاقة طبعا. هي 2 كوباية المي هو فكرته انه نحن نشعر بالشبع، فنحن لما بنشرب مي بتتذكر كارلوس لما بتقول لي ماما بتقول لي بس انا جوعان بتقول لي اشرب كوبايه مي. هيدي هون الفكره، 2 كوباية مي حتى نهدي شوي الجوع. والفول السوداني أيوة. كمان بيساعدنا على الاحساس بالشبع. بس كل وجبه اخد بعدها فول سوداني 5 حبات، ده مش ده عادي؟ قبل الوجبة مش بعد الوجبة. والوجبة بتاكلي اللي بدك اياه 5 لقمات وبعدها وهو على فكرة فطار غدا عشاء عادي، يعني فيك تقسميهم مثل ما بدك، فيك تاخدي نص وجبة غدا وبعدين جعبالك تاكلي شوكولا بعدها ب3 ساعات. هو من 3 لـ4 ساعات. فواصل صحيح ما بينهم 2 ساعة ولا 3 ساعات؟ ايه، وبدنا نحترم الوقت. وبدنا نحترم الوقت يعني بدقة، مش يعني لازم ننطر هالوقت هيدا وناخد الوجبة اللي بعدها. والعشاء طبيعي وفيك تاكلي اسماك وكل شيء
خمس لقمات. يعني السمكة ممكن نقسمها على ثلاث جماع. لا لا بص فدأت تديهالك ازاي، ممكن تاكلي كل حاجة وبتاع بس خلص يعني اللي هو يعني شدة تاني. يعني أنا بعتبره إنه هو صعب، بس هيدا شيء ميديكال، يعني كأنك عم تعمل أنت بدل ما تعمل عملية ممكن ينفع واحد بدل ما يفوت جراحة يعمل هيك ريجيم بيعطي نتيجة. طيب. فينا كفداء شتيلة أنت بتنصحي فيه أو لا؟ وإذا بتنصحي فيه لمين بتنصحي فيه؟ ما بنصح فيه للأشخاص اللي هن بحاجة لإله كتير، اللي هن وزنهم زي اللي هن أصحاب السمنة المفرطة اللي هي المعدل المؤشر تاعهم فوق الأربعين، بس ممكن هول هن الأشخاص. الأشخاص اللي عندهم 10-20 كيلو زيادة لا. لأنه أنا بفضل دائما النظام الغذائي الصحي السليم المتوازن واللي معه رياضه. سؤال حقيقة. سريع جدا في ده، انا اسفه للمقاطعه، بس هو المفروض ان بالليل ما ناكلش، هل في اللقيمات ناكل برضو عادي كل ساعتين ثلاثه؟ لا طبعا ناكل، ناكل طبعاً. عادي. لا لا طيب ناكل بالليل، لا هنجوع بالليل، هو ضد طيب. الجوع، ضد الجوع، هو ضد الجوع. ويا جماعه بليز كل يلي كل يلي عم بيشوفونا وعم يسمعونا اليوم، مثل ما قالت فدا، هيدا الرجيم منه مخصص لكل الناس، بس الاشخاص يلي هن بحاجه له، يلي هن اصحاب الوزن الكثير والعالي يعني. شكرا لك فدا شتيلة، نورتينا بالمعلومات. شكرا، اكيد نرجع بلقاءات أخرى بنتناول مواضيع أخرى إن شاء الله. شكرا.